الشام لما انكل ليلتا بخرابة لازم تنام صوت من الخراب رقية تصيح صوت من الخراب رقية تصيح أثاريها رقية من ليل البنية تستوحش خطيئة وسادتها التراب رقية تصيح باب اقرأ اقرأ صوت من الخرابة رقية تصيح الله يرحم موتانا وموتاكم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات. أنا أذكر في هاي الأبيات قرأتها من قبل مرة ومرتين رحمك الله يا حج أحمد بن جعفر الله يرحمه أبو الدكتور علي. أعجبت هاي الأبيات فسأل عنها. أنا الليلة أذكرها وأذكر هذه الأبيات وأنزلها ثواب إليه. أول ليلة بالشام لما نكون بخرابة قال وتنام آم صوت من الخرابة رقية تصيح رقية تصيح إجوها يسكتوها ويلا سكتي بابا سكتي النسوان يسكتونها ما قدروا هذول الملاحين أرادوا أن يسكتوها بالقوة ما قدروا إجوا هاي سكتوها بكل شي ما رضوها جابوا راس أبوها وحسين جابوا راس بالطشت والدم خضابا رقية تصيح بابا صوت من الخرابة ايه رقية تصيح بابا ابنية طفلة صغيرة وشافت هذا الطشت اش على ببالها اخواني اخواتي اهل العزاء على ببال هذا الطشت فيه اكل على رسلها ظنت بالطشت زاد ابعدت وتكترت غاد اش سووا الملاعين الطشت دفنوه لو غاد وكشفوا عن حجابه رقية تصيح باب صوت من الخرابة صوت الغرابة رقية رقية الصيحة لما قامت تتأمل في ذلك الرأس المخضب بالدم تشوفه كنا ملامح أبوها كنا أبوي هذا لما عرفته زين عذابه
تصيح بابا صوتي رقية تصيح بويا لحضنك اخذني اي ماجور ماجور مرحومة هالعبرة مرحومة هالعبرة كل واحد يتذكر اللي عنده يشوف عنده بنية صغيرة شلون يحبها شلون يخاف عليها بالأخص البنية عند أبوها البنية بويا لحضنك أخذني وداوي جروح إذني أذونها أذونها شي يسوون الملاعين يسحبون القرطة من أذن المرأة أو البنت ما ينتظرونها تفتح ليهم هذاك القرط شوف شلونها بويا لحضنك أخذني وداوي جروح إذني يا بويا وشوف متني أثر كم صوت صعبة رقية تصيح رقية تصيح بابا صوت صوت ابني رقية تصيح بابا بدمعتها الحزينة وبإيديها الحنينة غسلت فلقت جبينة ما رضيت تشوف الدم عليه قامت تمسح الدم عنه مكان ما ضربه أبو الحتوف بدمعتها الحزينة وبيديها الحنينة غسلت فلقت جبينه وتبوس على صوابه رقية تصيح بابا صوت البيت الأعظم شأنا يا إخوان واللي ننتظرها كل سنة نقرأ على رقية وننتظر هالبيت ومن عظم الرزية الله 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 ما قدرت تتحمل شافت الأبو شافت الأبو بتلك الحالة يقولون فانحنت عليه تقبله في فمه وهي تنادي أبا من لليتيم حتى يكبر أبا قتلوك منعوك شرب الماء وإذا بها مفارقة للدنيا ومن عظم الرزية الله الله إن شافتها رقي دنت ليها المنية وبقى صوت الخرابة رقي تصيح بابا مأجور صوت 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 صوت